واش سبق لك بذلت مجموعة من الجهود، خسرت الفلوس وضيعت الوقت، أو بذلت الجهد ديالك في واحد الوقت باش أنك توصل لواحد الهدف، وفي الطريق ديالك لهذاك الهدف اكتشفت بأن المردودية ديالو ضعيفة؟ إلا كان هذا الشيء وقع لك من قبل فهاد الفيديو راه ليك. اليوم غادي نهضر لكم على التكلفة الغارقة، أو ما يصطلح عليه بالإنجليزية سانك كوست. هاد المغالطة هي واحد المغالطة اللي كنوقع فيها بزاف ديال الأوقات في حياتنا. فمثلا كنبدلو جهد، كنخسرو فلوس وكنديرو وقت وجهود باش أنا نوصل لواحد الهدف، ولكن في خلال الطريق ديالنا كنكتشفو أن المردودية بارابور لهادوك الجهود اللي غادي نخسروها ما كتعطيناش النتائج اللي كنا كنتمناوها. فمثلا مجموعة نتاع الناس تقدر تكمل في لا سبيسياليتي ديالها في الدومين ديالها فقط لأنها بدلت مجموعة من الجهود، رغم أن تقدر هي تعرف أن ديك سبيسياليتي ديالها ولا هذاك الدومين ديالها ما عندوش دي ديبوشي، ما عندوش آفاق في المستقبل. أو مثلا في الاستثمار، مجموعة نتاع الناس كتكون كتستثمر في شي بروجي، في شي مشروع، ولكن هي عارفة من خلال الوقت أن هادوك الخسائر اللي بدلتها وهذاك المشروع المردودية ديالو ما غاديش تكون كافية، ولكن كتستمر فقط لأنها بدات. إذا لذلك هاد المغالطة كتقول لك باللي من خلال الطريق اللي انت فيها إلى وصلت لواحد النقطة اللي اكتشفت بها بأن كاين واحد البروجي ولا واحد طريق أخرى اللي عندها مردودية كبر بالنسبة للجهود اللي كتبدلها، فمن الأحسن أنك تغير الطريق ديالك وتمشي للطريق اللي تعطيك مردودية أكبر. وهذا كان باش نهضروا اليوم على مغالطة التكلفة الغارقة أو sunk cost fallacy.